خلال اجتماعه الأسبوعي وافق مجلس الوزراء على عدد من المذكرات من بينها مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2023 والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.9%، هي الأعلى في تاريخ مملكة البحرين. هذا وتعكس النسبة الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية. لطالما برز الدور المحوري للقطاع الخاص في إنعاش القطاعات المختلفة غير النفطية لتسجل مملكة البحرين نقلة نوعية في مستوى النمو والفاعلية، ويبرز ذلك في التقرير الاقتصادي الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين 2023، والذي يلخص في أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية إلى جانب بالمستجدات حول المشاريع التنموية وأداء مملكة البحرين في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية. ونتيجة لنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4%، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة في عام 2023، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.19% خلال 2023، وهي النسبة الأعلى في تاريخ مملكة البحرين لمساهمة القطاع في الناتج المحلي. ومن بين القطاعات غير النفطية يعد القطاع الفندقي والمطاعم من القطاعات المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني، حيث بلغت النمو الأعلى بنسبة 8% خلال العام الماضي، لا سيما قطاع المشروعات المالية الذي يشكل أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023، إلى جانب نمو قطاع التجارة وارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية. أما من حيث أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، تصدرت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمؤشرات حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2024، كما حققت مملكة البحرين المركز الثامن في المؤشر الفرعي أساسيات مزاولة الأعمال، وحافظت على تصنيفها ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا ضمن تقرير التنمية البشرية 2023-2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.